حياكم الله. ما بين جولة وأخرى من الدوري العراقي نشهد إطاحة بعدد من المدربين ما بين إقالة واستقالة. حلقتنا اليوم مخصصة لتكرار سيناريو الإطاحة بمدربي أندية الدوري الممتاز، وهنا يبدو أن المدرب ما زال هو الحلقة الأضعف في المعادلة الكروية، فمع كل خسارة يكون المدرب شماعة الفشل وتعصب برأسه القضية ليكون هو الضحية الأولى. بالحقيقة أن تفاصيل القضية تقودنا لعدة أسئلة، من بينها: هل المدرب جاني أم مجني عليه؟ هل أن العدد الكبير للمدربين بات سبباً حقيقياً في تكرار مأساة إقالتهم؟ والأزمة الإدارية، هل دفعت الأجهزة الفنية ثمنها في كثير من الأحيان؟ هذه التفاصيل وأخرى سنناقشها مع ضيفنا لهذه الحلقة. صدى الرياضة انطلق، أهلا بكم معنا. أهلا بكم مرة أخرى. مع كل خسارة يكون المدرب شماعة الفشل وتعصب برأسه القضية ليكون هو الضحية الأولى، وهذا الحال يتكرر في كل موسم دون أن نجد رادع لحفظ ماء وجه المدربين الذين تمت إقالة البعض منهم بعد مرور مباراة واحدة أو مباراتين، ما يدلل على أن هنالك مشكلة حقيقية تحتاج إلى المعالجات. والاستقالة أو الإقالة هي نتاج لترهل عمل المنظومة الكروية مرورا بإدارات الأندية. إلى التفاصيل. حطمنا الأرقام القياسية وتجاوزنا المعقول، ففي نصف جولة من دورينا أربعة مدربين ضحايا التخبط ما بين الإقالة والاستقالة. حديث طويل نسرده مع بداية كل موسم، على إدارات الأندية تتعظ أو المدربين يحفظون سيرهم الذاتية، فالموضوع لا يحتاج إلى دلالة. فبرغم التحذير من منزلق تلك التعاقدات، بعض المدربين سلم رأسه لتخبط الإدارات، يوهمون أنفسهم ويقنعونها بسيل من المبررات. فرصة الوقوف في المنطقة الفنية باتت أكبر الغايات، ومع أول إخفاق وتعثر ارتفعت الأهازيج والهتافات، فمقصلة المدربين جاهزة ليكون رقما في قائمة الإقالات. ارحموا تاريخكم وعيدوا النظر في بعض المهمات. لا يمكن أن تبقوا الضحية لجهل تلك الإدارات. لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالتربص وصل لأعلى درجاته بين المدربين. حرب التصريحات تشتعل، والتربص يبدأ، وحراك المدرجات سلاحا للمفلسين. بالكفة الأخرى هناك أسماء كبيرة حفظت كرامة المدرب وكانوا قدوة للمحترمين. لن يهمه المال ولا عقد مغري، وتمسك بثوابته ولا يضعف أمام الأرقام أو يلين. رسالة مجانية لإدارات الأندية: تأنوا في الإدارة، فهي علم وتحتاج إلى تخطيط وهدوء في اتخاذ القرار. لا يغرنكم مدرب كثير الكلام، فمن لديه قيمة فنية لا يلوذ بالفرار، وسيواجه تلك المطبات والمتغيرات ليعيد التوازن بقوة الإصرار. أما الفارغ المحتوى لا يناقش التفاصيل بقدر ما يناقش قيمة العقود، فهمه المال دون غيره، ولن يكترث إن أقيل أو استقال فلاحقا سيعود. هكذا هو المشهد،
مدرب عاطل يثير الجدل، وإدارات عبثت بالأندية دون وجل، وجماهير تأثرت سلبا لا تصلح الخلل، ويتألم المحترمون ويعتريهم الخجل، وكرتنا تهاوت وتحتضر بانتظار الأجل. نحن مع مشكلة الإقالة والاستقالة التي طالت عددا كبيرا من المدربين، والتي حطمنا من خلالها أرقاما قياسية على مستوى دوريات العالم من حيث التغيير المستمر في الأجهزة الفنية. للحديث أكثر عن هذا المحور ينضم إلينا المدرب القدير حسن أحمد عبر ديسكاي من العاصمة بغداد. أهلا وسهلا بك كابتن، ضيفا عزيزا على صدى الرياضة. أهلا بك أستاذ بلال ومشاهدي قناتكم الكريمة. طمني صحتك، أحوالك إن شاء الله بخير؟ والله الحمد لله، مشتاقين لك ومشتاقين يعني لك كثير. الله يحفظك ويرعاك، أنا مشتاق أكثر. كابتن، يعني محور الحلقة عن استقالة المدربين، وحضرتك يعني واحد منهم. لنبدأ معك ومن لحظة اتخاذك قرار الاستقالة، حيث فضلت الاستقالة من مهمتك مع الكرخ بعد مرور 15 مباراة، هل تعتقد أن قرار الاستقالة كان لابد منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجميع يعلم أنه أنا استلمت الفريق الكرخ من الدور التاسع، يعني الفريق كان بلا فوز، الفريق من 9 مباريات تعرض إلى خسارة، 5 خسارات وأربعة تعادل، 4 تعادل وأربع خسارات من 8 مباريات. فكان اللي جلس مع الكابتن شرار حيدر رئيس النادي، واتفقنا على كل شيء، أنه عرض عليه أنه أقود الفريق، ويعني ثبت بالعقد أنه إذا بقى الفريق ضمن الدوري الممتاز اللي مكافأة 20 مليون ثبتها بالعقد. وكان يعني تدي أنت الفريق منهار، فقلت له إحنا لاعبين شباب، اللاعبين الشباب يعني أنت من تجيب مدرب طوارئ ما أعتقد يكون التطور مالتهم بشكل سريع، لأن تدي اللاعبين الشباب مثل أنت لاعبين، نقول مثل لاعبين فريق الجوية أو الشرطة، خلال يعني خلال أيام ممكن يفتهمون عملك ويطبقون أسلوبك، لكن الفريق الشبابي يحتاج إلى وقت، وهذا ما تم يعني الاتفاق عليه. يعني خلال 15 مباريات احنا فزنا ب2، تعادلنا ب8 وخسرنا 5. الخسارات كانت مع طبيعية مع فرق قوية، يعني الزوراء الجوية، الشرطة، يعني هاي الفرق اللي تحتل من المراكز الأولى للمراكز الخمسة. إضافة إلى يعني الفريق قدم في جميع مبارياته مستوى عالي، لكن مرات أخطاء تحكيمية لازمتنا، يعني 9 مباريات إحنا الحكام انظلمنا بيها، ويعني تقريبا 15 نقطة خسرنا من خلال هذه الأخطاء اللي اعترفوا بيها بلجنة الحكام وموثقة ضمن الفيديوهات. فوصلنا إلى مرحلة يعني كل مباريات الفريق يؤدي ويلعب، لو خطأ تحكيمي إنه يعادلك أو يخسرك، والفريق ده يؤدي واجبه. وتدي انت استاذ بلال، اللاعبين الشباب اهم شيء تهتم بالجانب النفسي والمعنوي. التسلسل المتاخر اللي هو انا استلمت مركز 18، الان الفريق تركته بمركز 17. الفريق المتاخر ولا الضغوطات نفسية على اللاعبين، يعني اللاعبين ضمن المباريات يعني اي هدف يتلقوه ممكن يخسرون المباراه، لان يهبط الجانب المعنوي يقول لك احنا خسرنا المباراه، يعني عندهم داخل الملعب القياده ضعيفه، لان لاعبين كلهم صغار وما لهم تجربه سابقه بالدوري الممتاز. فالحمد لله وصلنا الى مرحله يمكن تعرضنا المباراتين الاخيره، مما ولد يعني ضغوط نفسيه لدى حسن احمد وحتى لدى الاداره، انه الفريق ده ينظلم كل مباراه. فانا ارتئيت انه يعني أقدم استقالتي، لأن ممكن غاب عنا التوفيق، ممكن يعني أنا مو موفق مع الكرخ لكون أنه أخطاء تحكيمية كثيرة على الفريق وأدت إلى يعني تسلسل الفريق المتأخر. حقيقة أنا حت بالكأس، يعني أنا أشوف النتائج جدا مقبولة، لكن الخوف من الهبوط، إدارة النادي تخاف من الهبوط، لأن أنت تعرف إذا طبق الاتحاد قرار هبوط 4 فرق أكيد هذا فريق الكرخ يعني
أنا أقول لك يعني يكون يعني بخطورة، لينتدي فريق ما عنده خبرة، ما عنده جماهير، فريق شبابي، الإمكانات المادية ضعيفة، تدي أنت وزارة التربية قطعة التموين صار ثمان مواسم، من ما أدى إلى يعني تقشف بهذا النادي، إضافة إلى تجميد كرة السلة وكرة اليد، أكيد الفريق يمر بمحنة كبيرة، لكن الفريق تحت قيادتي أنا أعتقد كان ماشي بالمسار الصحيح. فيعني كان هناك التخوف أنه الفريق ينزل، لكن أنا يعني طمنت الأخوة بالنادي. لكن تعرف أنت بعض الآراء، بعض يعني المنافقين أنا اللي أسميهم اللي يرتادون إلى نادي الكرخ، يعني ممكن كان أثروا على إدارة النادي وخلوا فجوة يعني صار مشكلة، مما أدى يعني إلى أنه أقدم استقالتي اللي وافقت عليها إدارة النادي. يعني إحنا قلت لك أستاذ بلال، إحنا حتى بالكأس ماشيين بشكل صحيح، إحنا فزنا فوزياً صعدنا إلى دور الثمانية، الآن الفريق دور الثمانية أنا أعتبره إنجاز أمام الفرق اللي خرجت من دور الكأس. وبعدين يعني اللي يعرف كابتن حسن أحمد يعلم جيداً بأن هو من مدرسة يستلم الفريق، يعني راد له نفس طويل لأن راح يسوي مجموعة وراح يسوي فريق متكامل، لكن مو بشكل سريع، يعني معروف أنت أسلوبك التدريبي، لكن فيما بعد ممكن يصير فريق قوي وممكن ينافس، والتجارب هي كثيرة. لكن بصراحة كابتن أنا يعني أشوف من ما بين الأسطر، يعني ذكرت أنت أسباب، لكن أرى بين هنالك أسباب أخرى ربما هي أسباب حقيقية يعني وراء الاستقالة، يعني أو أريد أعرف ماذا كان ينقص تجربتك مع الكرخ. والله استاذ بلال يعني الحمد لله احنا يمكن لحد ما طلعنا وعلى لسان كابتن شرار، وممكن انتم تتاكدون او تتصلون بي وتاخذون منه تصريح، يعني يقول الكابتن يقول انا الحمد لله كنت اسمع حسن احمد مدرب جيد وهاي، لكن من شفته على ارض الواقع يعني تفاجأت بعمله، وعمله احترافي، عمله اداريا جيد، عمله فنيا جيد، أخلاقه مع اللاعبين، تواصله مع الكادر التدريبي بشكل جيد، فالحمد لله. يعني إحنا كنا بس نحتاج الوقت، أنا أقول لك الوقت، يعني خص المرحلة الثانية بدأ الفريق يتطور، بدأ التشكيلة تثبت، بدأ فريقنا يكون عنيد أمام الفرق الجماهير اللي تتفوقنا بالإمكانات، وتعرف مثل ما قلت لك اللاعب الشاب يحتاج إلى وقت، ويحتاج إلى عادة ثقة، والحمد لله إحنا يمكن ما قصرنا مع الفريق. وأنا أشوف حتى قلت لك الخسارات اللي خسرناها الخمسة هي مقبولة في ضوء الإمكانات الموجودة وإمكانات البشرية بالنسبة للاعبين، يعني أنا أشوفها مقبولة. يعني أنت من تخسر مع الشرطة بخطأ تحكيمي هذا أنا أعتبره مقبول وكنا الأفضل، من تخسر مع الزوراء وكنت أنت الأفضل هذا شيء مقبول، من تخسر مع الطلبة وبخطأ تحكيمي هذا شيء مقبول، لكن أنت تعرف النتائج تسجل عليك، وفترة الإياب تعتبر فترة محرجة، يعني لأن تدي صعبة التعويض بيها، يعني إذا تخسر نقطة صعبة تعوض. فكانت هناك ضغوط أنا أقول لك على الإدارة وضغوط على الكادر التدريبي، لكن احنا اللي عملناه يعني انا عملت طفره نوعيه بنادي الكرخ من خلال تاسيس فريق صحيح. تدري انا يعني طلعت تقريبا 14 لاعب بعدت، وجبت 10 لاعبين هم من لاعبين الشباب اللي لهم مستقبل وراح يكونون اسماء ضمن المنتخبات الوطنيه، يعني بس يحتاجون الى تدريب وصقل مواهبهم بشكل صحيح، واحنا دخلناهم ضمن الوحدات التدريبيه ودا يتدربون مع الفريق. الآن عندنا 3 لاعبين منتخب شباب، عندنا 3 منتخب أولمبي، وعندنا لاعبين بمنتخب الوطني. إذن هذا عمل المدرب يعني خلال شهرين أو شهرين ونص، يعني بيّن على أرض الواقع. طيب. كابتن يعني ما بين الأسباب اللي ذكرتها، يعني دعني أتكلم معك بروح الأخوية والعلاقة الطيبة اللي تجمعنا منذ فترة طويلة. حضرتك يعني تلقيت عدة عروض بالفترة الماضية، لكنك بالأخير يعني انتهيت مع الكرخ ولم تدم يعني الرحلة طويلا، لماذا البداية لم تختر
أو تختار من بين العروض الأخرى. أنا بالنسبة لي كنت أتمنى للأمانة تبقى مع الكرخ، وكان مودي يعني أمنيتي بأن يتمسك بك أستاذ شرار لأسباب كثيرة، لأن أعلم بأن الكرخ يحتاج مثل فكرك المتطور. احنا استاذ بلال، هو هذا كان يعني على ضوء هاي الكلام اللي تتكلمته هو تم التعاقد. يعني انت تعرف انا قبل ما اتعاقد ويا الكرخ كانت يعني عقدي مع الجويه منتهي تقريبا، تكلمنا مع اداره الجويه على كل التفاصيل، وكان يعني قاب قوسين انه استلم الفريق، لكن بالاخير تعقلت الامور. الزوراء دخلوا على الخط وكان ضمن المرشحين انا والكابتن عصام حمد، لكن بعدها راحت للكابتن عصام حمد. فاضطريت انه من نعرض عليه الكرخ، انا ما كان ببالي الكرخ، لكن من عرض عليه وشفت الاجواء يعني مناسبه بنادي الكرخ، ملعب بنى تحتيه، اداره جيده، كابتن شرار من رؤساء الانديه اللي عنده شخصيه رياضيه قويه ويساهل ويعطيك الصلاحيات. فهذا على هذا الاساس احنا يعني اتفقنا، حد قلنا يمكن راح نستمر بنادي الكرخ لمده 5 اعوام، يعني نخرج لاعبين، نسقل لاعبين، نبيع لاعبين للاحتراف، نخلي النادي مثل ما حصل بنادي النفط، من بعنا ايمن حسين وبعنا مازن فياض وبعنا محمد داود وبعنا رعد فينر، يعني هذول كانوا لاعبين مغمورين والحمد لله طلعوا بسام شاكر. فكانت التجربه بنادي الكرخ انا اشوفها تنجح اكثر، لان نادي الكرخ يعني صارت له بصمه باللاعبين الشباب في السنوات الاخيره اللي انتهجها السيد شرار حيدر، اضافه الى المرحوم كريم سلمان اللي ضخ لاعبين للانديه الجماهير اضافه للمنتخبات الوطنيه. فهذا كان هو تخطيطنا، لكن يعني الامور ما مشت بالشكل اللي نتمناه. كابتن حسن ابقى معنا، سنتابع معا ما قاله ذوي الشأن والاختصاص حول الموضوع، خليك ويانا. مسألة إقالة المدربين أو استقالتهم يعني ظاهرة خطيرة جدا، يعني غزت وبشكل كبير الدور العراقي. عدد المدربين الذين استقالوا أو أقيلوا وصل إلى 48 أو 47 مدرب. يعني هاي الأسباب أنا يعني أعزي أول أسبابها الإدارات الأندية. إدارات الأندية للأسف الشديد تبحث عن نتائج آنية ونتائج سريعة، وكأنه المدرب يمتلك عصا سحرية، فقط يوجد في العقد بند توقيع 3 سنوات، لكنه هذا غير مطبق على أرض الواقع. وبالتالي عندما بعدما خسارة أول 3 مباريات أو 4 مباريات تجد إدارات تذهب إلى تغيير مدربيها، وأيضا تجلب مدربين يقيلوا أو استقال خلال فترة قصيرة، وبالتالي يتم تدوير هؤلاء المدربين. المسألة الثانية أيضا الإدارة تتحمل مسؤولية بضغطها جماهير الأندية الجماهيرية، عندما تصبح النتائج غير طبيعية تذهب الإدارات إلى أضعف حلقة وتقيل المدرب. لو نلاحظ أنه هذا المستوى المتدني هو نتيجة هذه الأمر، لأنه المدرب لا يستطيع أن يعمل لفترة طويلة، فترة 2 أو 3 سنوات حتى يثبت أسس أو استراتيجية التي يعمل بها. أيضا المدربين يتحمل المسؤولية، كيف يتحمل المسؤولية؟ لأنه أولا لا يضع شرط جزائي يضمن له الحقوق وحقيقة، يعني بحيث الإدارة تتردد في عملية الإقالة بسبب هذا الشرط الجزائي. وكذلك بعض المدربين مع احترامنا الشديد أنه بعد خسارة 4 مباريات تجده يذهب بسرعة ويقدم استقالته، وهذا الأمر غير صحيح، لأنه المدرب مشوار التدريب عمل طويل، والخسارة هي بعض الأحيان خسائر، والأمور الغير طبيعية بفترة قصيرة هي من تصنع المدرب في المستقبل. عندما يستطيع المدرب أن يتجنب الخسارات وينهض بفريقه، وهذا العمل التدريبي، العمل التدريبي ليس فقط ثقافة الفوز، لكن هناك بعض الأحيان تحدث خسارات الفريق لكنه كفيل بعودة الفريق إلى وضع الطبيعي، وهذا حسب رأي المتواضع. تتفق معي ما بين الإقالة والاستقالة خسر الدوري المحلي نفسه الكثير من التفاصيل الفنية؟
أكيد أستاذ بلال، يعني أنت تعرف عملية الاستقرار بكرة القدم أو بناء فريق لازم تكون موجودة. يعني شوف أنت بالخارج يتعاقدون مع المدرب 3 سنين 4 سنين، هاي موجودة. ليش؟ يعني أنه لازم تكون عملية الاستقرار موجودة، عملية الانسجام بين الكادر واللاعبين. اللاعبين كل ما يكون وقت كبير، كل ما يفهمون استراتيجية المدرب، أسلوب المدرب، يعني عوامل كثيرة. احنا شاهدنا بالآونة الأخيرة دورينا بدأ يعني يكون شماعة الفشل ترمى على المدرب، والمدرب أصبح الحلقة الأضعف بالنسبة لكل الباقي الأمور. يعني أنا أشوف من 24 مدرب يتبدل خلال مرحلة واحدة، هذا الشيء كثير. يجب أنه على الاتحاد إلزام الأندية وضع يعني قانون أو قرار أنه إلزام الأندية بالتعاقد مع مدربين الموسم كامل فقط، حتى تجبر الأندية، لأن أكثر الأندية تعمل بمزاجية. يعني إدارات الأندية تعمل بمزاجية، ما عجبك هذا المدرب ما خلاك تتدخل بالأمور الفنية، ممكن يقيلك بأي لحظة. وهذا دليل أنه أكثر المدربين اللي ينقادون هم مو فاشلين، يعني شوفه يروح محطة ثانية ينجح. ليش؟ أنا أقول سبب فشل المدرب هو الإدارات. أنت ممكن إدارة فشلك وممكن إدارة نجحك. وأجيب لك مثال، يعني نادي الكهرباء شوف، لأن إدارته جيدة، الأستاذ علي الأسدي صارت عنده تجربة، والكابتن نعيم صدام وحسين زهراوي إدارة جيدة. من نادي الكهرباء تعرض إلى 5 خسارات متتالية نهاية المرحلة الأولى، ما بدلوا المدرب، لأن هم عندهم ثقة بالمدرب، وحتى يسندون المدرب راحوا تعاقدوا فترة انتقالات مع 5-6 لاعبين جيدين ودفعوا مبالغ. هؤلاء اللاعبين الآن أصبحوا هم مفتاح الفوز بالنسبة لنادي الكهرباء. وشوف نادي الكهرباء خلال المرحلة الثانية بدأ بشكل جيد، حصل إلى فوزين، وده يمشي وده يصير بالاتجاه الصحيح. إذن أكو إدارات هي من تفشل المدرب، وأكو إدارات هي من تنجح المدرب. طيب كابتن، يعني سابقا مع مضمون حديثك، حسب وجهة نظرك بأن مهما كان المستوى الفني العالي ومهما كان جيدا وممتازا، يعني بهاي الحالة ما يشفع للمدرب إذا لم تكن النتائج إيجابية. مع الأسف يعني إحنا نوبات ننظر للنتائج قبل أنه ثقتنا بالمدرب وهذا المدرب ماذا عمل. يعني أنا أعتقد يعني بعض القرارات تكون انفعالية بالنسبة لبعض الأندية، يعني وأكو إدارات لا جيدة، يعني مثل إدارة النفط، إدارة الكهرباء، يعني باقي الإدارات اللي تعمل بشكل جيد أنا أعتقد يعني أشوف المدرب يستقر بيها. يعني الحمد لله يمكن أكو بعض المدربين مثل هو يستقيل بكل فريق، ما يطول 2-3 أو 6 شهور. حسن أحمد الحمد لله، أستاذ بلال أنت تعرف أنا بالكهرباء 3 مواسم دربت، نفط ميسان موسمين، بالنفط 4 مواسم، بالنجف موسمين، والآن هم البارحة تعاقدوا معايا. حسن أحمد يحب الاستقرار، من يرتاح بمكان يعمل وينتج فريق جيد، فريق يكون قوي بالدوري. بالتوفيق إن شاء الله. إيه بستان، الله يخليك حبيبي بستان. بالتأكيد الحديث حول هذا الموضوع المهم والخطير بقية، لأننا كل يوم نشهد زوبعة من الاستقالات تضرب دورينا الكروي، وهذا يدلل على التخبط والفوضى والتقاطعات بالعمل ما بين المدرب وإدارة النادي. بالتالي لا يوجد قانونا لحماية المدربين، ولا توجد رقابة صارمة من قبل الجهات المسؤولة عن اللعبة من أجل وضع حد لهذا السيناريو المستمر، الذي للأسف لابد أن يكون له انعكاس سلبي على ديمومة واستقرار الدوري من جهة، والكرة العراقية على وجه العموم. للحديث طبعا بقية على هذا الموضوع المهم، على الموعد نلقاكم بإذن الله. هذه تحياتي أنا بلال بداع، مع السلامة.